يقول أعمل في شركة مدة العمل فيها كبير، فلا أستطيع إتمام العبادة ولا قراءة القرآن ولا طلب العلم، فهل أترك العمل لهذه الأسباب علما بأن أسرتي تحتاج إلى هذا العمل؟ نعم. يقول أعمل في شركة مدة العمل فيها كبير، فلا أستطيع إتمام العبادة ولا قراءة القرآن ولا طلب العلم، فهل أترك العمل لهذه الأسباب علما بأن أسرتي تحتاج إليه؟ أما الصلوات الفرائض فلا تتركها، ما يجوز لك تركها من أجل العمل، بل تصليها في أوقاتها. وأما النوافل هذه ليست لازمة، إذا احتجت للعمل هذه النوافل ليست بلازمة، لا سيما وأنك تقول مالك مكسب أو مصرف إلا من هذا العمل، كونه يفوت عليك النوافل لا حرج في ذلك. أما الفرائض فلا يجوز لك أن تتهاون فيها أو تتساهل فيها من أجل العمل، حافظ على الفرائض وقم بالعمل والكسب. نعم.